رح نتوقف مع أول اتصال من الأخ محمد. ألو. أتمنى يصلون الأهلنا بالعراق حتى نتخلص من هاي الغمة اللي موجودة بالعراق ومن هذا الإرهاب من هذا القتل. مألمني كثير يعني. أنا ابني مهندس وقتل لأنه هو ذبحه وقتله ودزولي شريط فيديو ويعني على سيدي ودزولي إياه مذبوح ذبح يعني لأنه كان يعمل هو مهندس. يعني تعرفين ابني الوحيد متأسفة أنا قتلوه ابني الوحيد قتلوه وذبحوه ابني الوحيد. يعني هذا يعني أنا ربيته مثل الزهرة اللي تتربى مثل الوردة اللي تربينها وتربينها. شنو ذنبه أنه كان يشتغل في مع قوات التحالف ومهندس هو مهندس فقط. أخاف أعلن عن يعني أعلن أنه أرد أصير مسيحي أو هذه لأنه كافي قتل كافي ذبح. أنا أعرف المسيح ونعرف يعني من جيراننا من معارفنا من أصدقائنا المسيحيين اللي موجودين بالمنطقة. وهذه تعرف أخ محمد إنه الله بحبك محبة خاصة وأعد لإلك مخطط خلاصي بدم المسيح على الصليب لحتى ما تعود أنت تحمل هم الخطية وما تعود تحمل هم الأبدية. الله أعد لك الخلاص من الخطية وأعد لك الحياة الأبدية وما عليك إلا أنك تقبلها اليوم. لك يا ريت تردد وراي الصلاة. إلهي المحب أنا آتي إليك اليوم أفتح قلبي اسكب محبتك يا إلهي في قلبي يا إلهي باسم يسوع خلصني من جميع خطاياي اغفر ذنوبي واعطني أن أعيش في رضاك أعطني أن أحبك وأحب شعبك وأغفر لكل الذين أساءوا إلي حتى يلي ارتكبوا أعمال القتل ابنك حتى الذين عملوا أعمال قتل. وأنا أشكرك يا رب لأنك خلصتني من الموت وكتبت اسمي في سفر الحياة ولك الحمد والمجد باسم يسوع إلى الأبد. آمين. ولك الحمد والمجد باسم يسوع. آمين. 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 مبروك عليك الخلاص أخ محمد والرب يباركك.